عياد ده الكابتن الثاني محمد ما جبتوش معاك. ده عمر. عمر بص يا عمر، اطفال الحضانه زي ما قلت لك يحتاجوا حنيه زياده وحضن زياده لغايه ما يحس انه ايه حد بيفتح عليه يديله دواء ويحطه تاني وبتاع وكده وكله، يعني التروما دي تتشال خلاص. هو هيفضل نايم معاكي شويه بس مش هيبقى نايم كتير عشان انت طلبتي ان هو يبقى نص نص. ماشي اصحي هو دلوقتي رضع فمعاكي 4-5 ساعات عقبال ما يجي الرضعه الثانيه. اصحي احطه في الطبق بتاعه او في الباص بتاعه او طبق فيه ميه من الحنفيه، ما احطش اي حاجه خالص في الميه. وام لا اللي انت بتشطفيه بيها طيب. فتره لا هي سخنه ولا ساقعه، ما احطش ديتول ولا بتدين ولا اي حاجه خالص. بعدين هو في الميه هعمل ايه؟ اقوم مقلعه النص اللي تحت واشيل الشاشه. طب الشاشه ما اتشالتش معايا من اول مره عادي، هسيبها لتاني مره تالت مره لغايه ما اشيلها بسهوله، كاني بشيلها من على صباعي. معايا لما تتشال مش هحط الشاشه تاني. هعمل ايه؟ هحط بقى المرهم الميبو. وقلت لك المراهم الثانيه كلها هنحطها على الالتهابات لغايه ما الالتهابات تخف، وبعد كده افضل بقى استخدم واحد من الثلاثه اللي كتبتهم لك طول ما بيلبس الحفاضه، عشان البول والبراز عاملين زي ميه النار لو جم على الجلد يحرقوه، فلازم استخدم حاجه تعمل طبقه عازله ما بينهم طول ما بيلبس حفاضه. خلاص الطهاره لما بيبقى الواحد متعور بيتكون قشره كده بني، الطهاره القشره بتاعتها بيضه مصفره وبعدين بتقع، هتلاقيها حصلت مع محمد بس انت نسيتي. بس كده اما تقع يبقى خف. الستار انا كاتبهولك يعني مع ثاني رضعه ابتدي الستار على طول عشان ما احسش باي وجع. ماشي وكلهم تبعت لنا صوره نتابع مع بعض. وينام بقى على بطنه وينام على جنبه براحته. ماشي دلوقتي براحته تمام ماشي. بس في اي استفسار؟ ايوه.